قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء في هذه الدردشة الصباحية. الموضوع ديالها اختارينا هو واش كتحتفلوا برأس السنة الهجرية وكيف لازم تكون هذا النهار، خاصة أن الأكثر ديال الناس ما تيخدموش. البارح كان جوغ فيغيي وأكثر ديال الناس ما خدموش، مشاو خرجوا ارتاحوا وحلوا جاو مع وليداتهم. السؤال هو واش كتحتفلوا برأس السنة الهجرية؟ خاصة أن الأكثرية ديال الناس تيحتفلوا بالسنة الميلادية كلشي تقريبا، ولا ما نعموش، ولكن بزاف ديال الناس تيحتفلوا برأس السنة الميلادية، ولكن السنة الهجرية يعني قليل الناس اللي كيحتفلوا بها. شاركوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي في التعليق كيف داز عندكم البارح اللي هو رأس السنة الهجرية. هنا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعة، كنشكركم أيضا على حسن التفاعل ديالكم. نتلاقاو في بث مباشر آخر. السلام عليكم ونهاركم مبارك.